الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى في حلقة جديدة من حلقات سلسلة How to pronounce the letters، ازاي تنطق الحروف. والنهاردة حلقة طويلة علينا شوية، علشان كده عايزين نركز كويس. هنقسم الحلقة بتاعتنا النهاردة لكذا جزئية. اول جزئية زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الوارم اب، التهيئة. بعد كده عندنا new letters، الحروف الجديدة ازاي ننطقها. بعد كده عندنا جزئية grammar. بعد كده اخر حاجة جزئية اكسرسايز زي ما احنا متعودين. عندي في اول بيج الصفحة الاولى زي ما احنا شايفين warm up، تهيئة. ديت different words، كلمات مختلفة خدناها قبل كده، وفي كلمات هنلاقيها جديدة علينا. ديت الكلمات الجديدة بتثبت المعلومة وصلت في دماغنا ولا لا، زي مثلا كلمة نشاط اللي هي ربع كلمة في اول سطر. بعد كده كلمة read دوت برضو بيدربني على الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. وممكن على فكرة نستخدم الاكسرسايز ده بالذات، يسهل لنا كتير مع الاطفال عندنا في البيت، لان احنا هنلاحظ في قلب الاكسرسايز بتاعنا ان في اجزاء متشابهة في كل فور ووردز، كل اربع كلمات، وده بيسهل على الطفل النطق بتاعها. زي مثلا فور اكزامبل اول واحدة بن تن هن من، ده بيسهل كتير. وديت كانت اول بيج معانا النهاردة اللي هي الوارم اب. بعد كده مع بعض السكند بيج، الصفحة التانية، ديت النيو ليترز بتاعتنا النهاردة وطريقة نطقها. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حرف الاي، الاي شورت اي واللونج اي. بعد الاي حرف الجي، الجي لما بنيجي ننطقه ننطقه ازاي؟ ج ج، ننطقه ازاي؟ ج. زي فور اكزامبل على سبيل المثال جاكيت جاكيت، جيت جيت، جيج جيج، جام جام، جوب جوب، جوج جوج، جيلي جيلي، جامب جامب. ولاحظ ان احنا حرف الجي اللسان عندنا في البق هنا بيطلع لفوق لغاية سقف البق فوق السنان على طول، عشان كده نحس ان احنا بننطق د د، يبقى نقول ايه؟ ج ج ج. ده أول لتر عندنا النهاردة. السكند لتر حرف ك ك ك اللي هو كي، وبرضو هنبتدي ننطق الكلمات مع بعض. كينجرو كينجرو، كيب كيب، كايت كايت، كوالا كوالا، كي كي، كينج كينج، كونغ فو كونغ فو، كيل كيل. وعندنا قاعدة مهمة جدا جدا جدا، لأن بتقابلنا في كلمات كتيرة بتعدي علينا في المناهج بتاعتنا، زي ما احنا شايفين الكي ان دي قاعدة عامة نحطها ونثبتها في دماغنا لأنها مش بتتغير. بيقول ان الكي لما بيجي بعدها الان، الكي هنا سايلنت مش بننطقها، الكي لما يجي بعدها الان يبقى الكي ايه؟ سايلنت. الكلام ده طبعا زي الاكزامبلز اللي قدامنا هننطقها مع بعض. ني ني، نو نو، نوك نوك، نايف نايف، نايت نايت، نيل نيل، نون نون. وده كانت قاعدة الجي والكي. نكمل مع بعض. ده الحرف اللي قدامنا ال ال ال، والال بننطقه زي اللام كده في اللغة العربية. لايون لايون، ليمون ليمون، لام لام. وفي كلمة لام هنلاحظ ان احنا حاطين اكس تحت حرف البي، ودي قاعدة احنا ما كتبناهاش في حرف البي. لما البي بتيجي في اخر الكلمة، البي اللي قدامنا دلوقتي وقبلها حرف الام، لا تنطق، بتبقى سايلنت، يبقى ننطق ايه؟ لام لام. بعد كده لو لو، لانش لانش، ليك ليك، لود لود، لقي لقي. ونلاحظ حرف ال لما باجي انطقه اللسان بيبقى فوق الاسنان على طول. لا لا. بعد حرف ال حرف الام، الام لما نيجي ننطقه نلاقي التو لبس الشفتين ماسكين مع بعض. م م، مات مات، من من، مت مت،
modern, mom, make, mice, moon. وده كان حرف الام. بعد كده حرف بعد الام عندنا حرف الايه؟ الان. صوت الان بيطلع من النوز، من الانف نفسها. ن، ناب، ناب، نت، نت، نل، نل، نوت، 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 نيل، نيل، نيت، نيت، نايل، نايل، نوت، نوت، نمبر، نمبر. وده كان حرف الان. بعد كده نيجي لحرف الاو، ونقف عند الاو بقى، نعمل ريلاكس، نستريح شوية ونفكر الناس بالكلام اللي احنا قلنا قبل كده. قلنا ان حرف الاو من ضمن الفايف فاولز، الحروف المتحركة الخمسة اللي احنا قلناهم ايه؟ A E I O U. الاي ضربت اي قالت اي او يو. وطالما احنا ذكرنا الفاولز الحروف المتحركة زي ما احنا قلنا قبل كده، يبقى احنا عندنا طريقتين بيتنطقوا بيها، طريقة شورت وطريقة لونج. يبقى النهاردة هنتعامل مع طريقتين، الشورت او واللونج او. اللي قدامنا دلوقتي الشورت او، بنقرأ الاو بطريقة قصيرة، يبقى ننطقها ازاي؟ هوب، موب، كوب، صب، رب، بط، كت، نط، جت، دج، فرج، جج، سك، كلوك، رك، جك. ودي الكلمات اللي كانت بتدربني على الشورت او زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد الشورت او اللونج او. نقف عند اللونج او شوية، لان احنا عندنا كذا شيب، كذا شكل عن طريقه بننطق الاو لونج او. زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا فور شيبس، اربع اشكال، او اي، او او، او دبليو، او كونسونانت اي، او حرف ساكن اي. اول ما الاقي اني شيب، اي شكل من الفور شيبس من الاربع اشكال اللي قدامنا، يبقى همد في الاو شويه وانطقها زي ما بننطقها في الحروف بالظبط. فور اكزامبل على الاو اي، كوت، جوت، توست، رود، تود. الاو او، مون، روم، بروم، نودل، سبون. الاو دبليو، سنو، البو، لو، رو، ويندو. الاو كونسونانت اي، روب، نوت، هوب، جوك، كود. ودي كانت اخر حاجة عندنا في الفوناتكس النهاردة في الصوتيات بتاعت الليترز. جود لك من مستر مصطفى. بعد كده بقى نركز في الجزئية اللي جاية، واللي عايز ياخد 5 minutes relax يستريح شوية 5 دقايق، لان اللي جاي مهم عندنا جدا. بس طبعا هناخد اكسرسايز بسيط بعديها، بس 5 minutes relax الاول، 5 دقايق استراحة الاول ونرجع تاني. رجعنا تاني مع بعض، ودوت زي ما احنا شايفين اكسرسايزز، تدريبات على الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، لان احنا اتفقنا ان الاكسرسايزز هي اللي بتثبت المعلومه في دماغنا. اكسرسايز 1، ذا اوت ساوند، الصوت المختلف. كل بوينت، كل نقطه في 4 ووردز، اربع كلمات، وده كله بيدربني على الشورت او واللونج او، ومطلوب مني ان انا اطلع الصوت المختلف. فور اكزامبل هنحل مع بعض اول واحده، كوت، جوت، هوب، توست. هلاحظ ان هنا الاوت ساوند، الصوت المختلف، هو كلمة هوب. ليه؟ لان دي الكلمة الوحيدة اللي نطقناها عن طريق الشورت او، لكن الباقي عندنا عبارة عن لونج او. هنتبع نفس الطريقة ديت في بقية الاكسرسايز علشان نقدر نكمل.
بعد كده اخر اكسرسايز عندنا النهارده ماتش ذا سيم ساوند، وصل نفس الصوت. هنلاحظ ان احنا عندنا تو كولمز، صفين. هنبص على الاشكال اللي قدامنا ونبتدي ننطق اساميهم ونشوف الكلمات اللي بتتنطق بنفس الصوت ونعمل ماتش نوصلهم. فور اكزامبل، على سبيل المثال لو بصينا على بعض في البيكتشر الاولى، كوت كوت، الكوت اللي هو البلطو. هبص الناحية التانية على الفايف بيكتشرز، على الخمس صور، ألاقي النفس اللي بتتنطق بالنطق ده هي كلمة جوت جوت. يبقى هنا هعمل ماتش ما بين كلمة كوت وكلمة جوت، ونبتدي نتبع نفس الأسلوب في بقية البيكتشرز الصور ونعمل ما بينهم ماتش توصيل. آخر جزئية عندنا النهاردة زي ما احنا شايفين هي جزئية الجرامر. برضه عشان الناس اللي ما شافتش الفيديوهات بتاعتنا قبل كده نخش عليها ونتابعها ونعرفهم ان احنا خدنا قبل كده في البرو ناونز، السبجكت برو ناونز، ضمائر الفاعل. خدنا I to talk about myself عشان اتكلم عن نفسي، او I. بعد كده خدنا كلمة he to talk about any male عشان اتكلم على اي مذكر. بعد كده خدنا كلمة she to talk about any female، كلمة هي علشان اتكلم على اي مؤنث. النهاردة بنكمل السبجكت بروناونز بكلمة it. it to talk about something unhuman، علشان تتكلم على حاجة مش بني ادم، غير ادمية. كلمة it باللغة العربية هو او هي الغير العاقل. for example، لما اجي اتكلم على كلمة cat tree pen apple house، يبقى لازم أنا أتكلم بكلمة it. For example، it's a cat، it's a tree، it's an apple، it's a table، it's a house، it's a car، it's a train. يبقى أي حاجة unhuman لما أجي أتكلم عنها لازم أنا أستخدم كلمة it. ودي كده كانت آخر حاجة في singular pronouns، ضمائر المفرد he وshe وit. الجمع بتاعهم هو الضمير اللي احنا هناخده النهاردة، كلمة they. they يعني هم. they the plural of he she it. كلمة they هي الجمع بتاع he او she او it. وليها تعريف تاني، another definition، to talk about more than one، علشان تتكلم على اكتر من شيء واحد. for example، عايز اتكلم على girls او they، children أقول they، أحمد and علي they، brothers إخوة they، أتكلم على animals عامة they، rulers مساطر they، extra إلى آخره. for example، على سبيل المثال دلوقتي أنا ماشي مع أخواتي عايز أتكلم عنهم أقول إيه، they are my brothers، دول يبقوا إخواتي. ماشي في الشارع لقيت ولد وبنت أقول they are a boy and a girl، لان البوي والجيرل دولت اصبح اكتر من واحد، يبقى لازم اقول they. ودي كانت اخر جزئيه معانا النهارده، جزئيه الجرامر. يبقى احنا كده خلصنا اي وهي وشي وات، ومعاهم البلورال بتاعهم هي كلمه they. ودي كانت اخر حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب تكون المعلومه وصلت. واشوفكم على خير في الفيديو القادم، ويا ريت نعمل سبسكرايب لايك شير علشان نتابع كل جديد إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كده آخر اكسرسايز عندنا النهاردة ماتش ذا سيم ساوند، وصل نفس الصوت. هنلاحظ إن احنا عندنا تو كولمز، صفين. هنبص على الأشكال اللي قدامنا ونبتدي ننطق أساميهم ونشوف الكلمات اللي بتتنطق بنفس الصوت ونعمل ماتش نوصلهم. for example، على سبيل المثال لو بصينا على بعض في البيكتشر الأولى، كوت كوت، الكوت اللي هو البلطو. هبص الناحية التانية على الفايف بيكتشرز، على الخمس صور، ألاقي النفس اللي بتتنطق بالنطق ده هي كلمة جوت جوت. يبقى هنا هعمل ماتش ما بين كلمة كوت وكلمة جوت، ونبتدي نتبع نفس الأسلوب في بقية البيكتشرز الصور ونعمل ما بينهم ماتش توصيل. آخر جزئية عندنا النهاردة زي ما احنا شايفين هي جزئية الجرامر.
برضو عشان الناس اللي ما شافتش الفيديوهات بتاعتنا قبل كده نخش عليها ونتابعها ونعرفهم ان احنا خدنا قبل كده في البرو ناونز السبجكت برو ناونز ضمائر الفاعل خدنا I to talk about myself عشان اتكلم عن نفسي او I بعد كده كده خدنا كلمة he to talk about any male عشان اتكلم على اي مذكر بعد كده خدنا كلمة she to talk about any female كلمة هي علشان اتكلم على اي مؤنث النهاردة بنكمل subject pronouns بكلمة it it to talk about something unhuman علشان تتكلم على حاجة مش بني آدم غير آدمية كلمة it باللغة العربية هو أو هي الغير العاقل for example لما اجي اتكلم على كلمة cat tree pen apple house يبقى لازم أنا أتكلم بكلمة it for example it's a cat it's a tree it's an apple it's a table it's a house it's a car it's a train يبقى أي حاجة unhuman لما أجي أتكلم عنها لازم أنا أستخدم كلمة it ودي كده كانت آخر حاجة في singular pronouns ضمائر المفرد he وshe وit الجمع بتاعهم هو الضمير اللي احنا هناخده النهاردة كلمة they they يعني هم they the plural of he she it كلمة they هي الجمع بتاع he أو she أو it وليها تعريف تاني another definition to talk about more than one علشان تتكلم على أكتر من شيء واحد for example عايز أتكلم على girls أو they children أو they أحمد and علي they brothers إخوة they أتكلم على animals عامة they rulers مصادر they extra إلى آخره for example على سبيل المثال دلوقتي أنا ماشي مع إخواتي عايز أتكلم عنهم أقول إيه they are my brothers دول يبقوا إخواتي ماشي في الشارع لقيت ولد وبنت أقول they are a boy and a girl لأن البوي والجيرل دولت أصبح أكتر من واحد يبقى لازم نقول they ودي كانت آخر جزئية معنا النهاردة جزئية الجرامر يبقى احنا كده خلصنا I وhe وshe وit ومعاهم البلورال بتاعهم هي كلمة they ودي كانت آخر حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة ويا رب تكون المعلومة وصلت واشوفكم على خير في الفيديو القادم ويا ريت نعمل سبسكرايب لايك شير علشان نتابع كل جديد إن شاء الله وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.